السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الأورام اللي فيا ممكن تتحول إلى سرطانات؟ كتير جدا من الأورام اللي فيا اللي استؤصلت بعد تحليلها اكتشفنا انها أورام سرطانية، شكلها ممكن يكون خارجيا شبه الأورام اللي فيا، بتطلع دايما بعد سن انقطاع الدورة. بنعتمد عليه على تشخيص الأورام السرطانية من الحميدية، يا إما دلالات أورام، الأورام بتفرز بعض المواد في الدم بنبحث عنها ولما نلاقيها زايدة بنشخص إن احتمال يكون في سرطانات، أو نعمل أشعة مقطعية أو رنين أو مسح ذري. لو لقينا الأورام اللي فيا موجودة حميدية بنتخلص منها ازاي؟ لو أورام اللي فيا صغيرة بنعمل حاجة اسمها wait and watch، يعني انتظر بس راقب، أرجوكوا حتى لو قلنا لكم لا تستحق التدخل بس تابعوها، مفيش رهان انها مش هتكبر في الزمن. وكل الاورام اللي كانت ضخمه اكبر ورم موجود في جسد امراه وكانت بنت او اصغر اورام، مفيش ابدا جرانتي او ضمان ان الاورام اللي فيها دي مش هتكبر. يبقى رقم واحد نتابع، اتنين ممكن بعض الادويه تتاخد لتصغير الاورام اللي فيها، ممكن اقراص مانع الحمل، ممكن نستأصل الورم فقط، ممكن نعمل مايوليسيس عن طريق إبر معينة بتخش في الورم وبدرجة حرارة معينة ممكن نعمل تحلل الورم، ممكن نعمل سدة شريانية عن طريق الأشعة التدخلية بحقن بعض المواد البلاستيكية زي ذرات الرمل وحبات الرمل الصغيرة تدخل في الوعاء الدموي تعمل سدة للشريان اللي بيغذي الأورام اللي فيها، ما يصلوش دم ولا هرمونات فيتوقف عن تضخم الأورام اللي فيها. في طريقة أخرى غير التدخلية، في دلوقتي ما يطلق عليه الهايفو، ودي موجات فوق الصوتية موجهة عن طريق أحياناً الرنين المغناطيسي وتوجه للأورام اللي فيها بموجات تصادمية فوق الصوتية تقلل من حجم الأورام اللي فيها. حاجة أخيرة، استئصال الأورام اللي فيها عن طريق فتح البطن ولا المنظار؟ مؤكد عن طريق المنظار، لأن نسبة رجوع الأورام اللي فيها بعد المنظار أقل بكثير جدا جدا عن استئصال الأورام اللي فيها عن طريق فتح البطن. كتير جدا بيخافوا وبيسمعوا كلمة هتستئصال الأورام هيطلع غيرها شيلوا الأرحام، كلام مش حقيقي بالمرة. في ناس عندها استعداد لرجوع الأورام مرة أخرى وفي ناس ما عندهاش استعداد، أرجوكوا اهتموا بأرحامكم، أرجوكوا ما تاخدوش المواضيع بمنتهى البساطة. بيجينا ناس وصل أنيميتهم أو هيموجلوبينهم إلى 4 و3 كمان، نزيف رهيب لا يتوقف، نقل دم كتير ومشاكل نقل الدم وجلطات، كل ده لأنهم خايفين يواجهوا أورامهم. عمر من الأورام اللي فيها تتحول إلى أورام سرطانية، ولكن أحسن طريقة إن احنا نواجه مشاكلنا ونواجهها بدري قوي هنلاقي نقدر على حلها، والضريبة هتكون قليلة جدا، على الأقل هنحافظ على رحمنا. اتفقنا مفيش امرأة زي أخرى، كل بصمة هي مختلفة عن غيرها، فكل بصمة ورم مختلفة عن غيرها وكل بصمة جراح مختلف عن غيره.